في دراسة جديدة بتقول أنت لو عايش جنب المطارات ممكن تتعرض لخطر الإصابة بأمراض متعددة زي مثلا ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو الخرف. هل فعلا الكلام ده مظبوط؟ هل فعلا الدراسة دي مستندة لحقائق ومعايير علمية ولا لا؟ التوضيح ده هنعرفه من الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. يا صباح الفل يا تاجلي، انت ومنا اخباركم ايه؟ الحمد لله بخير والله. اخبار حضرتك ايه؟ منورنا. طب خليني بس اعقب تعقيب على الكلام الجميل بتاع الثانويه العامه الاول قبل ما ندخل في الموضوع الطبي. دي مش نصايح كده. في الحقيقه انتوا قلتوا نصايح جميله جدا، لكن بختلف اختلاف بسيط. ومن وانتوا بتقولوا الشاذ دي ومنا بيقولوا خلاص اللي ذاكر ذاكر وهنعمل ايه تاني؟ لا، تخيل ان في دراسات علميه بتقول ان تصرف الطالب طبيعه يوم الامتحان وخلال اللجنه قد يؤثر الى على درجته من 20 الى 30%. تخيل ان النهارده الصبح دلوقتي وانا بكلمكم اذا كان فطر ولا ما فطرش، دخل اللجنه وهو متوتر ولا لا. يعني ده نفس اللي احنا قلناه برضه دكتور، ما بعدناش كتير عن الدراسه. في ايده حاجات، حتى اول ما يقرا الاسئله ويقراها بيقرا شويه قران خفيفه في دقيقه كده ويقرا كل الاسئله ويختار الاسئله اللي هو عارفها كويس يبدا بيها، والسؤال اللي حله يعلم عليه، واهم من كده السؤال اللي ما حلوش يعلم عليه مرتين ثلاثه، لان اولادنا كتير بينسوا بعض الاسئله وبتبقى نقطه خطيره. وكمان بنصحهم جميعا لازم يسيب وقت للمراجعه، يعني ما يضيعش الوقت كله في، لازم يقدر من اولها وقت المراجعه. ارجع بقى لسؤالك المهم جدا في الموضوع البيئي والصحي الخطير. استاذ شادي، فعلا الدراسه اللي حضراتكم قلتوها دراسه صحيحه، لانه في مخاوف بيئيه من السكن بجوار المطارات، وفي مخاوف بيئيه من السكن بجوار الطرق السريعه، ومعروفه في العالم كله ومعروفه للاستشاريين والاطباء بتوع الصحه العامه. وكمان في خطوات نقدر نعملها بتقلل من هذه المخاطر. لو جينا الاول نتكلم مثلا عن المخاوف البيئيه، يعني كلنا هنعرف ان اهم حاجه او اخطر حاجه صحيه تدهور الهواء او نسب ثاني اكسيد الكربون او الانبعاثات اللي بتطلع من العوادم. ايوه، العوادم، سواء من الطيارات او من السيارات على الطرق السريعة. ده هو أكتر حاجة بتأثر على طبقة الأوزون زي ما احنا عارفين. يبقى جودة الهواء، كمان الضوضاء بتزيد جدا وبنسبة عكسية، بنسبة طردية مع بعد المسافة ما بين مدرج المطار، وتقريبا بينصح المفروض ما تقلش عن 2 كيلو بين المدرج بتاع المدرج نفسه بتاع المطار. واعتقد دي حاجه امنيه، وبالتالي هتلاقي كل مطارات العالم واخده بالها من بعد المدرج، لكن ومع هذا لو قرب المدرج عن 2 كيلو تقريبا بتبقى له تلوث ضوئي. في الشوارع بقى، من الشوارع الرئيسيه العمليه اكثر كتير، لانه المطار يعني مهما شفت العدد الطيارات اللي رايحه واللي جايه او انت ماشي جنب المطار هتلاقي دايما السكن بعيد شويه عن المطار. بنمشي في شوارع لحد ما توصل اصلا لمدرج المطار، ففي شوارع. أيوة جوه المطار. ايوه، انما تيجي بقى على السكن بجوار الطرق الرئيسيه، لا، اللي فيه كتير جدا، لانه المفروض ما تقلش المسافه اطلاقا عن 50 متر، ويستحسن تبقى 150 متر. يعني المسافه اللي ده الناس بتفرح ان بيتها على طريق يا دكتور. نعم؟ الناس بتفرح ان بيتها على طريق. انا مش انا كنت لسه هقول يا شاذلي صراحه، هقول الكلام ده عكسي، ما انا شخصيا لما بروح ادور بدور على اللي قاعد على الطريق الرئيسي واقول هيزيد، فانا ماليش دعوه. لكن صحيا بيتعارض الكلام ده، المفروض على الاقل من 50 الى 100 متر. هو دايما الناس اللي بتفهم في الصحه او اللي بيهمهم الصحه يقول لك ما تاخدش الاولانيه او الثانيه مباشره، خد الثالثه يا اخي، مش لازم اللي مباشره على، وانت عارف الكلاكسات في مصر حاجات جميله جدا، وانت عارف الضوضاء في مصر في الشوارع الرئيسيه. يبقى ناخد الثانيه او الثالثه على الشارع الرئيسي، لانه المفروض المسافه فيه. بالمناسبة المدن الجديدة هايلة، يعني المدن الجديدة تخطيط. حتى تعرف كده يقول لك شارع 90، شارع 70، شارع 100، فالمدن الجديدة فعلا بتبقى تلاقي في يعني شوية مسافة وفي طرق أمان اللي هو بيسموه البطيء ده ما بين السكن وبين الحياة الرئيسية. وبالتالي ده التلوث بتاع الضوضاء، التلوث بتاع البيئة. الأكثر حاجة بقى الجهاز التنفسي زي ما احنا عارفين، ما دام قلنا ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات، وبالتالي الربو اللي عندهم حساسية، دي حاجات مهمة جدا، وقد كمان
يكون أمراض القلب برضو ليها ارتفاع مع تلوث العادم الطبيعي، والصحة العقلية الناس الكبيرة في السن والأطفال قد يتأثروا أكثر من اللازم بالإصابة بالأمراض، يعني مش عايز أقول العقلية أو التوتر والقلب والاكتئاب كده يعني. طيب. إنما في دراسة بتقول إن في تأثيرات على الإنجاب نفسه، وفي دراسة بتقول نمو الأطفال نفسه. إذا عايز أقول في مشاكل، في دراسة كبيرة جدا في بريتش كولومبيا، يمكن هي اللي انتوا بتستندوا إليها، قالت المسافة الأمنة ما بين في الطرق السريعة من 50 ل 150 متر، وقالت إنه الإصابة بالشرف أو الأمراض أو المخاطر دي يعني تقريبا 14% زيادة لو انت حضرتك ساكن مباشرة على الطريق السريع. طيب هنعمل ايه؟ هل ده يعني خطر لا يمكن التعايش معاه؟ لا لا يمكن التعايش معاه، لانه في حاجات كتير جدا اخواتنا المهندسين الشاطرين بيقدروا يعملوها، بيقدر ياخد يزود معامل الامان، بيقدر يزود الازاز نفسه، في ازازة زي ما انتوا عارفين في دبل جليز، في ازاز مضاعف، في طرق بتمنع في التهوية بتبقى تهوية نظيفة، في زي ما بقول لكم الإزاز المضاعف ده بيخش الضوضاء والفنتليشن والتهوية، في المهندسين عندهم طرق بتخلي التهوية أسرع شوية. وانت كل ما تطلع حضرتك بره، يعني لو انت عايش حضرتك اللي هي العيشة الصحية، يعني لازم تطلع في اليوم تتمشى عند الجناين ولا حاجة 45 دقيقة، يعني تقلل من اللي هو التعرض المباشر. وطبعا السادة في التخطيط نفسه، ده من أهم الحاجات، أن التخطيط نفسه الحضري يكون مراعي المسافات بين السكن وبين الطرق الرئيسية، وزي ما بقول أعتقد ده مراعى جدا في المدن الجديدة. فزي ما بقول نعمل إيه وإحنا بنختار موقع السكن، لو أنت يهمك الصحة أو لو أنت من المعرض للمخاطر، لا ما تاخدش على السكن المباشر الرئيسي. لو أنت تقدر تعمل حاجز مصطنع، يعني حاجز بالشجر، تعمل شجر بينك وبين الشوارع تبقى جميلة جدا، الأشجار والشجرات اللي بين الناس وبين طبعا ده مهم جدا يا دكتور، حفاظا على الصحة العامة من العوادم اللي بتنتج سواء من السيارات أو من الطائرات بحسب الدراسة. شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة.